طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من تلفزيون الجزائر. بداية، استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيكا بمقر الوزارة، استقبل الطفل الفنان الفلسطيني محمد وائل البسيوني حامل قضية شعبه ووطنه، والذي يقوم بزيارة لوطنه الثاني الجزائر في غمرة الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لعيد الاستقلال، حيث ستكون له جولات فنية في العديد من ولايات الوطن خلال هذا الشهر، وهو ما سيسمح له بزيارة بعض المؤسسات المتحدة الصحفية التابعة لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، والاطلاع على المعالم التاريخية التي تزخر بها الجزائر، إلى جانب لقاءات مع عدد من المجاهدين والمجاهدات، وكذا أرامل الشهداء، وهو الذي لا طالما غنى للجزائر ولتضحيات وبطولات شهدائها. أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان على عملية الإعلان عن نتائج الدورة 25 للجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين، حيث تم بالمناسبة ترقية 57 باحثا إلى صفة مدير بحث و33 أستاذا إلى أستاذ باحث. العملية تهدف إلى تطوير منظومة البحث العلمي ببلادنا. 700 طفل من مختلف مناطق الوطن في جولة إلى مراكز العطل والترفيه بسيدي فرج بالعاصمة، قصد الاستجمام والتعرف على ما تزخر به الجزائر من معالم سياحية. هذا ما كشف عنه وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق في زيارته التفقدية لهذه المراكز، التي شملت كلا من المركز الدولي للشباب، مركز الإمام ابن باديس، ومركز الشيخ المقرانية. اجتمع الرئيس والمدير العام لمجمع سون الغاز مراد عجال بمقر ولاية جانت بممثلي المجتمع المدني، حيث استمع لأهم انشغالاتهم المرفوعة. وبالمناسبة، نوه مراد عجال بالمجهودات التي تبذلها الدولة في سبيل ترقية الخدمات والتزويد الأحسن بالغاز والكهرباء من خلال برمجة العديد من المشاريع لفائدة ساكنة هذه الولاية الفتاة. دوليا، وفي ملف الصحرائية الغربية ومن الأراضي الصحراوية المحررة ببئر الحلوة، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوية ومفارز متقدمة هجمات جديدة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وهذا حسب بيان عسكري صادر بوزارة الدفاع الصحراوية. في تايوان، تصعيد خطير يحوم حول مضيق الجزيرة، بعد تأكيد وزارة الدفاع التايوانية هذا الصباح أن قطعا بحرية ومقاتلات صينية عبرت الخط الفاصل بمضيق تايوان، مؤكدة استعدادها الكامل للحرب. يحدث هذا بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من المناورات العسكرية الصينية، التي تلت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان. واشنطن من جهتها تؤكد الاحتفاظ بحاملة طائراتها وسفن تابعة لبحريتها قرب تايوان، فيما دعا اجتماع وزراء خارجية آسيان بكامبوديا إلى نهج سلمي لحل النزاعات في المنطقة. في جديد الوضع بأوكرانيا، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية بمدينتي أفدي فيكا وبيسكي في دونيتسك، مما دفعها إلى الانسحاب. من جهة أخرى، اعترف الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأن جيشه يتعرض لضغط شبهه بالجحيم في إقليم دونيتسك وأمام تقدم القوات الروسية في المنطقة. أكد الحلف الأطلسي بأنه لا ينبغي السماح لموسكو بالانتصار في هذه الحرب. نهاية الموجز، نلتقي على رأس الساعة بحول الله.